احنا بروح ما يحتاج هذا شوف استيعاب بين استيعاب الابو وبين فطانه الولد استيعاب الابو وفطانه الولد هذا عود الولد مسعود في اليوم ذبيحه في اليوم يذبح مسعود عبد الله شباب تعود ان كل يوم يذبح خروف كل يوم يذبح خروف لا جاء ضيف يذبح خروف انت يمن الو الولد متعود على ان ابوه كل يوم لا جاء ضيف يذبح خروف خروف متعود على هذا مره من المرات زار خال الولد زار ابوه خال الولد زار الولد زار ابوه الابو وش سوى ما ذبح خروف ذاك الليله ذبح وش ذبح التيس اي يا سلام التيس الخال الولد هو نايم من نسى الولد حزت في خاطر ولا يبي يجرح ابوه في الكلمه هذه يجونك ضيوف وتذبح خروف وخالي جاك وتذبح له تيس يا سلام قال الولد انا بلمح لابوي بلمحه في بيت شيء انفهمها ابوي ولا خلت كان جاء الولد الليل قال يا ابوي ذبح التيس للضيف منقوط ما دام خرفان المعذب كثير واضح اي يا ابوي ذبح التيس للضيف منقوط ما دام خرفان المعذب كثيره هل ابوي وصله البيت هذا وحز في خاطره واخذ كم يوم ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام هو يجيت ويعزم شو اسمه ويعزم خال الولد مره ثانيه يوم عزم خال الولد مره ثانيه وقال يا ورع خالك زارنا نواف والله اعطاه نواف قول كمل ايه قال يا ورع خالك زارنا والله اعطاه هرش من احرار الحراره الاصيله يقول يرد الابو على الولد قال يا ورع خالك زارنا والله اعطاه هرش من احرار الحراره الاصيله الولد على طول رد قال كانك عطيت هرش مو ذيك برغاه خالي عطاكم العيون الكحيله يقصد امه والله شو كيف فطانه الولد واستيعاب الابو هذه قصه بسيطه الله الله وعلى ما قال بعض مما عندكم صح والله لسانك يا ابو بندر صح بدنك